كما أغتنمها سانحة لأنوه بالاهتمام الذي توليه السلطات العمومية للبلاد وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في تجسيد المشاريع التي بادرت بها المديرية العامة للأمن الوطني، مما مكنها في ظرف وجيز من تحقيق قفزة معتبرة في مسار تطورها، وهو ما ترجمه أداء مصالحها العبارة التي تقوم بها مختلف السلطات الأمنية بسعيدة وعلى رأسها قيادة الجيش الوطني الشعبي بمختلف فروعه، خاصة في المجال العمليات الميداني وما يميزه من تنسيق محكم مع مصالحنا في ميدان مواجهة ومحاربة الجرائم بمختلف أنواعها وكل من يمس سيادة الوطن. كما لا يفوتني أن أتوجه بالشكر الخالص للسلطات القضائية وما تقدمه من عون ومساعدة لمصالحي من أجل استتباب الأمن العام وتحقيق العدالة في إطار الحفاظ على حقوق الإنسان. استهدفنا كل جوانب، لأنها دولة ما تحبش الانبطاح، والمواطن الجزائري ما يحبش الانبطاح. المواطن الجزائري يفتخر بدولته لما تمشي رأسها مرفوع بين الأمم. بهذه المناسبة وفي سياق عمليات الترقية في صفوف الأمن الوطني، فقد استفاد موظفي أمن ولاية سعيدة من الترقية إلى رتبة أعلى من مختلف الرتب، فتهانينا الحارة والخالصة لزملائنا. كما أطلب من عميد الشرطة حمري بوشقة التفضل لتقليد الرتب. العام لدى مجلس قضاء سعيدة التفضل لتقليده الرتبة، فليتفضل مشكورا. إلى ضابط شرطة رئيسي سليماني أحمد، والذي استفاد من الترقية من ضابط شرطة رئيسي إلى محافظ شرطة، فليتفضل معنا. محافظ شرطة، ويقلده الرتبة السيد درار عبد الحميد عضو بمجلس الأمة، فليتفضل مشكور.
أحمد، فليتفضل مشكورا. Thank you.